مستقبل الإنسان أزمات وتحولات. تحت هذا العنوان عقد ملتقى الرافدين لعام 2024. أكثر من 1000 شخصية من 36 دولة تناقش في 3 أيام وعبر ندوات ورش عمل الأزمات والتحولات التي يعيشها العالم عموما والعراق بالخصوص، بمشاركة العديد من مراكز البحوث والدراسات العربية والعالمية. ندوات وحوارات أمام الجمهور يقيمها الملتقى مع كبرى الشخصيات السياسية، إذ افتتحت اليوم بحوار مع رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني، وستتبعها ندوات أخرى مع قادة سياسيين عراقيين من الصف الأول لتشخيص مشاكل العملية السياسية والوصول إلى حلول لها. وتستمر فعاليات الملتقى 3 أيام في محاور متعددة، أهمها آليات تنفيذ المنهاج الحكومي والعدوان على غزة ومناقشة تعددية الأقطاب في النسق الدولي، إضافة إلى قضايا تناقش المناخ والتعليم والاقتصاد والأمن.